down. آه يا ضرسان يا أبو نجيب على التخمين. يلا يلا حطوا على المسكن. شرف أبو نمان شرف. يلا 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 أهلين وسهلين أبو نمر. يا مو أبو نمر ده يشق عليكي. تفضل أبو نمر. شو مين اجى لعنا؟ وضاح. والله لك يا جاب الغلا، شو بده ها؟ جاي هو ورشدي، قال يا بعدي جاي يشق على مرت خاله موجب. لك انه انا بدي افهم، رشدي شلون بفوتوا لجوا؟ لك اخ اخ، انا اذا في حدا كاسر لي ظهري هو رشدي وعمايله وفصوله الناقصة. لك ابن عمي، اسمع مني وعمل مثل ما قلت لك. قصدك انه جيب صفوان وخليه يدخل على رويدة؟ ايه والله ما فيها شيء ابن عمي. هو هيك وفيها امور. طيب بدي لك شغله. لك ان شاء الله بيسلم لي هالطول. اسم الله على بدني. ان شاء الله بيسلم لي اياها. الله يسلمك. الله يخلي لك اياها. يلا يا جماعه اشربوا القهوه بسرعه، بدنا نروح نسلم على رويدة ونهني امك سلامتها. لكان لكان هذا اقل من الواجب تقبروني. ولي على قامتي هالرويدة، شو مسكينه وشو حظاتها قلها. هي كلها من هالواطي ابن عمها. يبعث له داء ماله دواء على اللي عمله بهالعيلة. امين. كله من امه. لك اختي كله من امه. لك طلعها جوزها ما كانت تزوق وتكن. لكن اسكتوا، اليوم اكله قتله حشك ولبك، الحمير ما بيتحملوها بعيدا عنكم. ولك انت تستاهل خشى الله لا يهمها. وابنها هربان، ما بده يطلقها لرويدة لحتى ما ترجع لجوزها. وبلكي تنضل راكب راسه وما طلقها. يو شو ما يطلقها؟ اي والله والله جوزي حالف يمين ما يشوف ولا يخليه يطلقها بالصرمايه. انتو اكبر قدر. الله يكبر قدرك يا حق. يا سيدي هلا اثبتت لي انك ابن عمي عن حق وحقيقي، وانك واقف بصفي بطرف اياد محجوم. ولو يا بعدنا ولو الدم ما بصير مي. لك نمر لك نمر واصيل وقبضاي. لك علي الحلال هالشوارب نازلين حفل تنزيل بوشك. لا والله ما راح تنسى هالفضل لحتى تصير تحت تراب يا محجوب. وينك ابو عدنان؟ هذا حقك، حقك بالشرع. لك روح الله يجبر بخاطرك. لك بعرف انا بعرف لك يا عبدو ايش كان انت حطيت اصبعتك بالقصه بدها تصبر. اه إيه كان اليوم بعد المغرب انا بمرق لعندك وبظبط القصه. مشي. لا غالي معلش خليني هون. يوم تتسلق لك شوي. والله ما ريح اسمع لك غالي، ما ريح اسمع شوف حدا دور. خال تتجوز زكية؟ إلي الشرف خال، والله إلي الشرف. بس بتعرف أنا حالف يمين إني ما أتزوج غير الرويدة. هلا يعني طول عمره بده يضل هربان الا ما يبين. ابو خيرو هلا هاي المره مو وضاح الزم فيها من صفوان بالشرع؟ لك اخي الشرع شرع، ما في الزم وغير الزم، في شيء حرام وفي شيء حلال. شلون يعني؟ اها يعني هاي الحرمه بتضل حلال لصفوان، والشيخ نزير قال انه بتضل هاي الحرمه محرمه على وضاح لتتطلق من هداك الواطي. اه واكيد كمان لسه بدي عدي ما هي. لا لانه العهد بدون دخله. ايوه بس انا اللي عرفته من ابني زهدي انه المخلوقه وافقت على صفوان بالاكراه وبهالحاله بيكون العهد باطل. نحن قلنا هالشيء للشيخ نزير. ايه وشو قال؟ قال انه العهد مو باطل بس اللي اكرهوها على الزواج اثمين ولهم عذاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بس انا اللي بعرفه انه الزواج بالرضا والقبول. معلوم. اي مزبوط بس اذا الشهود سمعوا موافقتها باذنهم شو بيعرفهم اذا كانت مجبره على الزواج ولا لا؟ وبعدين تعال اقول لك اذا كل وحده ادعت انه مجبره وطلبت الطلاق من زوجها وطلق الشرع ما بنعود نعرف الكذابه من الساده. لذلك المجبره على الزواج لازم تخبر الشهود قبل ما يصير اي شيء. ها ها
والله انا جيت معك يا صفوان بيك، شو بدك احسن من هيك؟ هي شاركت وطاع على رسلته ورجعت حرمتي اللي سرقها مني، واليوم راح بتجوز رسمي. ها؟ وهي نقود من ابو نجيب. والله وطلعت شهم وقبضاي يا ابو نجيب. يا اخوي انا ابو حجوب تعوق والله شغلي بالي. بدون شو بدنا نسوي فيه؟ والله عم بيقول علي رجعه مطرح ما كان. وينك يا ابن الحلال؟ والله شغلت لي بالي. تاخرت عليك مو؟ اي نعم. لك هذا العقيد ابو فهد وقبضايات الحاره شكلهم شاكين فيني ورايحين جايين بالحاره، غافلتهم واجيت. شافوك لما فت لهو؟ عم بقول لك غافلتهم واجيت. ما عرفت لي شو قصته؟ لا والله ما عرفت. شو ابن عمي؟ شو عم تطمو؟ لك هدول الشناتي اللي بعتك قلت لك في بقلبهم ورق من مين جيب لي اياهم من المحل؟ بدي اطمرهن هون، ابا حجوب دير بالك وين محطوطين ها، لو ما بتعرف بكره ايش كان انا ما احسنت اجي اخذهن، احتمال ابعتك انت تجيب لي اياهم. ايوه فهمت عليك. المهم هلا ابو حجوب، ما قلت لي شو صار معك؟ الامور كلها بالسليم، هلا باخذك لعنا على البيت، بفوتك على اللسي، على غرفة رويضة سقط لقط. ورشدي؟ لك شو بدك برشدي؟ رشدي اساسا ما عم يجي على البيت، كل يومين والثالث بيمر على البيت بياخذ له غرض وبيمشي. يعني هلا هلا هو ماله بالبيت؟ فوتوا شباب فوتوا. في غرف كثير. ايه منيح. ذاتا نحن ما بدنا غير غرفة واحدة. كله 50-60 بارودة، غرفة واحدة بتوسعهم. يا عمرو وريني. وهون لا صفوان ولا القرود السود رح تعرفي. اخ بس لو يبين، بس لو المحر الا اذبحه واعطي راسه هديه لقبضايات الحارة. سمعان اخوك المنظوم شو عم بيحكي عليك؟ وين صفوان؟ خلينا نهرب ونروح لعنا نتخبى عنا بالمربع بالبيت لبين ما تتجوز انت ورويدا. على شو عم تدور ابو شومان؟ عم دور على طاسه مي، بدي فوت على بيت المي مشان اقضي حاجه. ولي سمعت بدهم يجوا على بيت المي. شو هاد؟ حرامية كانوا بيت مي حلوة ولا؟ رشي روح من هون، حادي عمر حادي. شافنا فوت هلا فوت. انت اللي فتت هلا من باب البيت؟ اي انا. وين كنت؟ كنت مشوار. خير شو في؟ لا ما في شيء. في اثنين حرامية كانوا طالعين من بيت ابو نجيب، امنا لحقناهم ولما وصلت لهون على الحارة كأني شفت حدا منهم فات على البيت، ما بعرف فحسبتهم هني. ايوه ولقطوهم؟ لا. اها لك اخي انت شو بدك بالقصص هي؟ بعدين بيت ابن نجيب دخيلك شو فيه ينسرق؟ خلاص شو بدك بالدواوي؟ فوتي ابن عمي لحط لك لقمة تاكلها. بعدين هلا مالي فاضي. وانت يا ابو شومان؟ ما عرفتهم؟ لا والله ما عرفت حدا منهم. يا دوب لمحت اللمح وانا طالعين من باب البيت. يا ترى شو كانوا بدهم يسووا؟ هذا ابو نجيب معروف عنه انه عنده ذهب كثير. عرفت شلون؟ فهدول اكيد جايين عم يدوروا على ذهبات ابو نجيب. تعالوا شباب. تعالوا شوفوا هالشوفه. خير؟ خير شوفي. يا سيدي بحسرك بمطرحه. لازم العقيد ابو فهد يدرى بالموضوع، هو وكبارية الحارة. مشان نعرف مين الحرامية. يلا ابو عجاج روح خبره. انا رايح على مضافه العقيد.
خلينا نشوفهم على ضوء. قول الله. تكل على الله.